السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو مرشحات اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي لامتحان نصف السنة. طبعا هنا والأجوبة مالتهم. هنا عندنا السؤال الأول، عندنا القطعة من ضمن الكتاب، قطعة استيعابية وأسئلة true false، هذه موجودة القطعة وهذه الأجوبة مالتها، وهذا القطعة الثانية والأجوبة هذه الفوق مالتها، والقطعة الثالثة هي هاي والأجوبة الجوا مالتها. هاي الثلاث أسئلة قطعة استيعابية. زين، نجي على هذا الجرامر. هذا السؤال الرابع، اختر من بين الأقواس عيني. والسؤال الخامس الجرامر القواعد. هنا عندنا اولا عندنا هاو ماني وهاو اولد. طبعا انا شارحه ادوات هاو ماني وهاو اولد، كل وحده وقاعدتها، وشارحه هنا عندنا الات والان حروف الجر يعني، وشارحه البط كلها شارحتها، والاي والان والاوفن والدو والداس كلها شارحتها. وهاي يمكم الحل، يعني الشرح كله موجود بقوائم التشغيل شارحته. وهنا عندنا الليست اي وليست بي، هاي الربط هاي موجوده. وعندنا هذا السؤال ايضا سؤال ربط بين الاسئله. وهنا عندنا هاي كلها ربط. وهنا عندنا المفردات، يعني تنطيكم مفردات وانتم تخلوها بالفراغ، هاي عيني، وخاص كله من الكتاب مالكم يعني من الاكتيفيتي بوك. وهنا عندنا ايضا هم مفردات، هاي عيني هن والاجوبة، هاي الاضافات المعاكسات. هنا عندنا اضافة اي ان جي كلها شارحة تاني. هذا هنا عندي اضافة الاس. زين، وهذه عندنا التنقيط ايضا، هنا هاي المعاكسات 12. وهنا عندنا الاملاء، يعني هذا المعلم لازم تحفظون العم والنادل والمهندس والجدة، هذني رشحنا الاملاء السبيلينج. وهنا عندنا التنقيط، هذه يبدي باول حرف من الكلمة الاولى كابيتال لتر. وإذا بادية السؤال تحطون علامة استفهام هم شارحة التنقيط، وإذا ما بادية تخلون نقطة. وهنا عندنا الإنشاء، سؤال الإنشاء، اختارينا اكتب عن نفسك وعن عائلتك. إن شاء الله تستفادون من هذه المرشحات هنا والأجوبة مالتهم. إن شاء الله التوفيق يا ربي.